risk, a combination of the probability of the occurrence of harm. قلنا ال probability احتمالية حدوث ماذا؟ حدوث الألم. وقلنا نرجع نعيد الألم شنو أو الهارم اللي هو مثلا injury جروح illness الأمراض والآلام الديث اللي هو الموت والدمج اللي هو قلنا آخر شيء شنو اللي هو التحطم وكذلك severity of the harm وشدة حدوث الألم. أوكي زين ال risk إحنا إذا نجي هاي كمعادلة نلاحظها بأنه هي ناتجة من ماذا؟ ناتجة من الـ probability والdistutility اللي هي هنا هاي المعادلة يقول لك أنا شون تقدر تطلع لي الريسك شون تعرف أنه هذا هو بي ريسك لو ما بي ريسك زين طبعا هذا بالدراسات الوبائية يعني قد ما نتناوله بشكل تفصيلي لكن خلي يعني نتعلمه ما بيها فد مشكلة نشوف شنو معنى انه الريسك شنو المعنى هاي مال المعادلة مالته فالمعادلة مالته هنا اللي هي الاحتمالية والفوضى اوكي الاحتمالية في الفوضى طبعا هي هاي يتكم بالدراسات الوبائية من ممكن انهم طبي تفاصيله لكن احنا لما نريد نعرف ايش قد اكو احتماليه انه حيصير عندنا ريسك الريسك او الخطر اللي حيصير هو بالاعتماد على معادله الاحتماليه probability زائدا العفو في الفوضى هاي يعني حفظوه بس كريسك كمعادله لا اكثر ولا اقل كتعريف وكمعادله ننتقل الى الهازارد الهازارد هنا اللي هو طبعا سورس سيتويشن اور اكيوت وذ ا بوتنشال for causing harm. هنا الهازارد اللي اقصد بالهازارد هنا هو المصدر هذا المصدر ومدى فعاليته وقوته لاحداث الهارم. هسه احنا عندنا فت كلمه صارت مشتركه اللي هي الهارم، الهارم اللي هي قلت لكم الالم المرض طبعا تجي بهواية تفاسير إذا احنا نريد نفسرها بالعربي بس الهارم إذا نريد يعني الإنجليش مالتها بالضبط فهي ألم زين أو ضرر ضرر خلينا ناخذ بالتفصيل الأدق ضرر هارم ضرر فإذا هنا هو مدى الهازارد الهازارد احنا نقول يعني فشي خطر فالهازارد هو السورس اند سيتويشن مصادر أو هو شنو هو الفعل لإحداث ماذا؟ لإحداث الضرر الفعل لإحداث الضرر لكم طبعا بالمناسبة كل ما أنا أتكلم الكلمة تكتبوا بالعربي فوق الباراجراف إذا يمكم أو ورقة وقلم إذا ما عندكم المساح بها للمحاضرة بشكل ورقي أوكي شباب فهاي أتمنى يعني تسجلوها يمكن حتى تكون بشكل واضح بالنسبة لكم زين هاي مثل منو الشغلات اللي تسبب لي ضرر اللي تسبب لي أقوتها مثل شنو هاي الأمور فيزيكال chemical and biological. الفيزيكال إذا نريد نأخذ أمثلة عليها مثلاً الحرارة، الضغط، الإشعاع، هاي كلها مواد فيزيكال، مواد فيزيائية قد تسبب لي ضرر. إحنا كلكم سامعين بالأشعة التلويفي، مو؟ إحنا سمرات بالصيف يقول لك لا تظل واقف جوا الشمس، زين تحترق جلدك وقد يسوي لنا كانسر. سرطان الجلد ليش يصير سرطان الجلد لأنه تحتوي على الشمس تحتوي على أشعة أو تحتوي على أشعة اليوفي زين أو اليوفي الفوق البنفسجية وحتسبب لي شنو تسبب لي تهيج بالخلايا ثم تسبب لي حدوث تكسر بالدي ان اي مال الخلية الجلدية وبالتالي تحول إلى خلية سرطانية ويسبب لي سرطانات الجلد هاي بالنسبة للفيزيكال نطيتك مثال قلت لك مثل اليوفي نجي إلى الكيميكال وكثير من المواد الكيميائية المواد الكيميائية كثيرة جدا من عندها مواد هي خطرة بالنسبة لنا الحوامض القوية القواعد القوية قسم من الأملاح تكون بالنسبة لنا سامة وحارقة قسم من المركبات الكبريت أيضا تكون سامة من مركبات النتريت من مركبات الأمونيا من مركبات الهيدروكربون هاي كلها مركبات قد تكون مركبات سامة بالنسبة لنا البيولوجيكال اللي هو أقصد أي شيء حي هنا شباب بالنسبة للبيولوجيكال
هنا أنا أقصد به أي شيء حي. يعني شنو أي شيء حي؟ يعني على سبيل المثال فيروس، بكتيريا، طفيلي، فطريات، ديدان، حيوانات، نباتات سامة. كلكم تعرفون على سبيل المثال لو جينا إلى النباتات الصحراوية، قسم من النباتات الصحراوية، وخاصة أنتم الصبير، إذا شايفين الصبير من تقصون فد قطعة من النبات ينزل فد سائل أبيض يشبه بالحليب، هذا طبعا هي مادة لاكتيك، مادة راتنجية، مادة صمغية، طبعا تكون سامة لأغلب الكائنات. ليش؟ لأنه تريد تحافظ هذه الكائنات عليها على نفسها، فتخزن هذه المواد واللي هي تكون أشبه بالمواد الدفاعية. إحنا طبعا تستخدم هذه المواد لغرض العلاجات، أغلب المستخلصات النباتية تستخدم لأغراض العلاجات. زين، إذا نسعرفنا الفيزيكال والكيميكال والبيولوجيكال اللي هي كشنو؟ كهازارد، كمواد تسبب لي شنو؟ تسبب لي ضرر. زين، نجي إلى البايو هازارد. هسا إحنا شوية خصصنا يعني البايو هازارد، هسا قلت لكم أنا عليه potential source of harm caused by biological agent or toxin. إذن البايو هازارد، هنا لما نجي على هذا البايو هازارد إذا نريد نعرفه، هنا يقول هو السورس اللي سبب لي ضرر لكن يكون المصدر مالته شنو؟ بيولوجي. مثل منو؟ هسا قلت لكم بكتيريا، فيروس، طفيلي، فطريات، ديدان، أنواع من الحيوانات، نباتات، بالإضافة إلى التوكسين. هسه تقولوا زين شنو هو التوكسين؟ التوكسين شباب باللغة العربية الفصحى هو ذيفان. ذيفان، ذال ياء فاء ألف نون، ذيفان. بالمصطلح العامي إحنا نصيحه سم أو سم. زين، إحنا مثلا هسه نقول هاي مثلا الحية سامة، السم مالتها. بالعربي ماكو فشي اسمه يقول السم مالتها، وإنما نطلق عليه بمصطلح الذيفان. الذيفان بين قوسين مصطلح العامي مالتنا هو السم. زين، البايو سيفتي، سنجي إلى المصطلح الآخر البايو سيفتي. إذن هو مجموعة من نعم، إذا الصوت ده يقطع فهم المشكلة مو يمي شباب، المشكلة يمكم، مشكلة بالداونلود مالتك مو بالأبلود يمي، المشكلة بالإنترنت يمكم شباب، إذا صوتي قطع يمكم. نجي إلى البايو سيفتي. البايو سيفتي يقول the state of the contaminant principle technologies and practice that are implemented to prevent exposure to biological agent and the toxins or their accidental release. هنا شباب هي مجموعة البايو سيفتي، حتى أعرفها شنو البايو سيفتي يعني الأمن بيولوجي، هي مجموعة من المبادئ والتقنيات اللي أنا أستخدمها حتى أمنع التعرض للمخاطر. هسا إحنا هسألكم سؤال، هسا إحنا هنا حاليا وضعنا كريتيكال. شنو كريتيكال؟ يعني وضعنا شوية حرج. ليش حرج؟ لأنه عندنا يعني كوفيد اللي هو كورونا. أوكي، زين، شنو الوسائل الوقاية مالتنا؟ شنو نلبس؟ نلبس ماسك، تمام، يعني نلبس كمامة. أوكي، زين، إحنا ليش نلبس كمامة؟ شنو الغاية من الكمامة شباب؟ شنو الغاية من الكمامة أنه أنا ألبس كمامة؟ لغرض الوقاية. إذن أنا بهيك حالة حققت مبدأ السلامة شباب. يعني أنا هسه حالياً من لبست كمامة ولبست جلوفز، زين، وحطيت كحول ومعقم ومطهر وإلى آخره، حققت مبدأ السلامة النفسي لو ما حققت مبدأ السلامة؟ تمام. إذن أنا الغاية من أنه ألبس الكمامة وألبس الجلوفز وألبس الصدرية بالمختبر، والجراح يلبس مالته الهيت كاب ويلبس الشوز هاي الديسبوزابل ويلبس الأمور الأخرى بالنسبة للجراح والطبيب، إذن الغاية من عندها شنو؟ لتحقيق السلامة. السلامة لمن؟ السلامة للمريض وللطبيب وللكادر وللمستشفى. كذلك بالنسبة لأبو المختبر أيضا يحقق السلامة بالنسبة للمختبر مالته، بالنسبة إليه، بالنسبة للعاملين وياه. زين، كلها هذا حتى يمنع شنو؟ يمنع التعرض إلى المواد الخطرة. زين،
هذا فيما يخص البايو سيفتي. إذا ننتقل إلى البايو سيكوريتي، البايو سيكوريتي هنا البايو سيكوريتي the set of the measure taken to limit the threat posed by sudden، هي مجموعة طبعا هنا من القياسات أو مجموعة من الطرق لقياس ولتحديد شنو ما يحدث بشكل فجائي. زين هسه احنا خلي شوية نسولف بشكل يعني أشمل وبشكل عام. إذا تطبون هسه على سبيل المثال إلى المولات وتباعون بالسقف، وش تلقون منظومات شنو؟ هاي واحد. بعد اش تلقي بعد؟ اكو فد منظومات مهمة يجب ان توضع في جميع المباني وبالاخص المباني الكبيرة. هسه منظومات مراقبة هاي واحد. بعد منظومات ايش؟ يصير لونها احمر. منظومات الحريق، تمام عاشتيتكم. لو نجي إلى منظومات الحريق شباب، منظومات الحريق شنو الغاية من عندها؟ بالضبط هي منظومة الحريق، هي طبعا من ضمنها منظومة الإنذار. هاي منظومة الحريق شنو الغاية من عندها؟ الغاية من عندها أنه تقيس إذا حدث دخان أو حدث شرارة نار، هي تتفعل بشكل أوتوماتيكي وتطفي لي كل الأماكن اللي حدث بيها بيرن أو حدث بيها في النوع من الفايرينج. ليش؟ حتى تقلل لي من شنو؟ تقلل لي من الخسارة. زين هاي كيف سيطر عليها؟ سيطر عليها عن طريق نظام سيكوريتي، تمام؟ فإذا هنا أنا بالنسبة إلي كبايو سيكوريتي كمنظومات أيضا بالمختبر يجب أن أوفر منظومة إطفاء، منظومة حريق، منظومة غسل، مصدر مي، أوفر ساحبات، أوفر منظومات لسحب المواد الكيميائية، أوفر منظومات مجاري تكون تستخدم ضد الحوامض، ضد القواعد وضد المواد الكيميائية. أستخدم أيضا إذا كان عندي مكان بإشعاع أستخدم حياطين على سبيل المثال بها رصاص أو كابينات بها رصاص حتى الإشعاع ما ينتشر بالأماكن المجاورة وهكذا. إذن الغرض من البايو سيكوريتي هو الليمت. أكو كلمة موجودة قدامكم تكن تو ليمت، لتحديد. تحديد يعني شنو؟ يعني أحصر، أقيد. ليمت أقيد ما يحدث بشكل شنو؟ بشكل فجائي، مثل widespread disease or biological contamination، مثل انتشار الأمراض، انتشار المواد البيولوجية وحدوث الأوبئة. يعني هسه صار وباء كورونا، سوت الصين إذا تتذكرون الأحداث بالضبط قبل سنة من اليوم، بالضبط قبل سنة قبل يوصل إلى العراق وينتشر بالعالم، الصين سوت سدت الحدود مالتها، سدت حدود مدينة ووهان، ومن ثم وقفت المطارات اللي بوهان، ومن ثم وقفت الحركة بشكل كامل، ومن ثم عزلت الأسواق، ومن ثم عزلوا إلى أن انتهت الحياة بشكل كامل. وين؟ في ووهان. ليش؟ لأنه ما كان عندهم بايو سيكوريتي كامل عن هذا المرض. هذا المرض كان ما عد محل متنبئ بحدوثه، مو مثل الأمراض الأخرى على سبيل المثال، مثلا التهاب الكبد أو الـ HIV أو الإنفلونزا الاعتيادية أو الثلاسيميا أو الكانسر. هذه من الأمراض اللي طبعا إلها مراكز وإلها يعني مراكز علاج ومراكز سيطرة، ويبين عليها طبعا، وكل مريض مصاب بهذا عنده دفتر وعنده كارت وعنده جهاز تتبع يعرفوا وين يروح وين يجي. أما ما حدث هذا فهو كان outbreak. يعني شنو outbreak؟ يعني وباء عالمي كان فجائي. فإذا الغاية من البايو سيكوريتي هو للسيطرة على هذه الأمور. فإحنا بالبداية أريدكم تعرفون هذه المصطلحات الخمسة اللي أخذناها. طبعاً حتجمر علينا بعد مصطلحات إن شاء الله في الأيام القادمة، لكن الثاني أهم شيء أريدكم تعرفون هذه المصطلحات، لأنه هسه حنجي ناخذ هذه الرموز، وكل رمز من هذه الرموز أريدكم تعرفون شنو شغله. على سبيل المثال الرمز الأول اللي هو Green E-Wash Sign، هذا هنا أنا أستخدمه لغرض غسل العينين. طبعا هذا الجهاز موجود عندنا هنا بالمختبر، في مختبر رقم 4
قبل سنتين نصبت بالمختبر موجود إن شاء الله إذا سمحت الفرصة فد يوم والتقينا أرويكم كل هاي العلامات اللي موجودة في المختبر في الكلية. فإذا هنا أنا عندي هاي العلامة إذا تلاحظها هي عملية علامة غسل العين عندما عند تعرض العين إلى مادة حارقة. زين هاي طبعا تنحط فوق المكان اللي تنغسل به العين. يعني هسه على سبيل المثال عندي سينك والسينك بي مي، أشر على فوق السينك أقول هنا أنا أكو مصدر مي. لما عندي جهاز لغسل العين أحط هاي العلامة فوق الجهاز، معناه هذا جهاز لغسل العين. العلامة الثانية هي First Aid. First Aid هنا اللي أقصد بها هي الإسعافات الأولية، علامة الإسعافات الأولية كلكم تعرفوها اللي هي Green First Aid Sign. زين علامة الإسعافات الأولية. العلامة الثالثة اللي هي علامة الراديشن، هنا Optical Radiation، هنا هاي العلامة تشير إلى وجود الليزر. هذه العلامة الصفرة المثلثة اللي بيها مثل الشمس، هذا معناه شنو؟ معناه هذا ليزر، عندي هنا ليزر، وهذا الليزر قد يكون خطر وقد يكون مسبب إلى حالة من العمى. هذه العلامة اللي بعدها هي علامة ماذا؟ علامة راديشن، يعني هذا المكان بشنو؟ بإشعاع. علامة الصفرة بها هاي الخطوط أو القطع السوداء معناه شنو؟ معناه مكان معرض للإشعاع، معرض للإشعاع، يعني هذا مكان مشع. زين يلو رايدو أكتيف ساين. هذا الآخر أيضا هنا هي للليزر. طبعا العلامة هذه للليزر، العلامة الفوق هاي شباب هي للليزر تستخدم، وتستخدم إذا ضوء كان كلش قوي، يعني مو بس ليزر، ليزر وضوء كلش قوي. يعني شايف مرات من تجيك سيارة مثلا وتعلق لك رماش، شلون الضوء يكون كلش مؤذي، أو الضوء اللي مال السيارة قدامك البريك يكون مؤذي، يعني هذا هاي العلامة أيضا تستخدم. لكن هذا هو حيكون فقط للليزر، هو هذه علامة خاصة للليزر، ليزر وورنينج. العلامة اللي بعدها هي هاي العلامة الحمراء اللي هي Red Ionizing Radiation. كلكم سامعين بالأشعة، بالأشعة الأيونية أو الأشعة طبعا الراديويات اللي تستخدم كجاما كالأكس راي. هاي الأشعة طبعا هاي شوف نلاحظ بأنه هي Red Ionizing، يعني أشعة متأين، وهذا طبعا يكون كلش كلش خطر، كلش خطر ويسبب لي سرطان. زين عندي هاي العلامة أكيد كلكم تعرفوها، كلكم شايفيها البلو ريسبيرتر بروتكشن، اللي هاي طبعا هسه بدأت تطلع هاي العلامات. ليش؟ لأنه الأشخاص يعانون، يعني يشتغلون بمكانات بها ريسك عالي خاصة مع الكورونا، لازم يلبس هذا الماسك. حتى شنو؟ حتى طبعا هذا الفلتر بطبقات، أكو ب 12 طبقة، أكو ب 6 طبقات، أكو ب 40 طبقة، أكو ب 50 طبقة، حتى شنو؟ يمنع دخول الفيروس والمواد الكيميائية، اللي هو هذا طبعا يعني اشبه بالشنو؟ بالفيس شيلد بروتكشن. زين بس هو هذا هنا يكون قناع. هاي هسه هنا هاي كلكم تعرفوها، هاي من ورا كورونا كنا عرفناها وكنا قمنا نشتري، وتالي حتى سعرها صعد، اللي هي الجلوفز. اوكي الجلوفز اللي هي الكفوف. زين هنا بروتكتيف كلوتينج اللي هي هاي كلكم هسه شفتوها، اللي هي تجي من من تجي من الماسك. زين من الكمامة نزولا إلى هاي الكلوتينج، كلها البروتكتيف كلوتينج اللي تلبس بشكل كامل ومن ثم تتلف بعد انتهاء المهمة أو انتهاء العملية. نجي إلى هذه العلامة، شوفوا هاي العلامة أيضا هذه علامة مهمة، هي علامة الكارسينوجين. كارسينوجين شباب، علامة الكارسينوجين شنو معنى كارسينوجين؟ يعني مسرطن، مسرطن. يعني هاي المادة أو هاي العلامة لما تنحط على المادة المكان أو تنحط على العلامة، معنى هذا المكان أو هاي العلامة هي مكانات بها مواد مسرطنة، كارسينوجين أو يكون كارسينوجينك. أوكي قد تكون مواد سمية، قد تكون مواد كيميائية، قد تكون مواد إشعاعية. أوكي فهو الكارسينوجين. العلامة اللي بعدها اللي هي علامة الفليم. العلامة مال الكارسينوجين هي علامة، طبعا هاي العلامة هي علامة توضح لنا انه هذا المكان او هاي او هذا السائل او هاي المادة او هذا المحتوى اللي محطوطة عليه هاي العلامة هو
مادة مسرطنة. مسرطنة يعني كثرة التعرض إلها قد يؤدي إلى حدوث السرطان. كثرة التعرض إلها قد يؤدي إلى حدوث، ولهذا يجب أن يكون الشخص حذر بالتعامل مع هذه المادة. كارسينوجين، كارسينوجين، باعوا كارسينوجين. أوكي، كارسينوجين. العلامة الأخرى اللي هي الفليم، يعني مادة قابلة للاشتعال. مادة قابلة لشنو؟ مادة قابلة للاشتعال، قابلة للاشتعال، فليمبل، مادة قابلة للاشتعال، هاي العلامة مالتها. هسه احنا هاي المادة نلقاها وين؟ نلقاها مثلا على الغاز، زين، على التانكر مال غاز، نلقاها على التانكر مال بنزين. انتبهوا على هاي التانكر مال بنزين والتانكر مال غاز، تلقون محطوطة هاي العلامة. العلامة اللي بعدها اللي هي غاز سلندر، يعني معناه انه هاي العلبة تحت ضغط عالي. هاي المادة، هذا هاي طبعا هاي عبارة عن أمبولة، كأنما أمبولة مع الأكسجين، شايفين البطالة مع الأكسجين بالضبط، كأنما هي هاي علبة مع الأكسجين أو الأمبولة مع الأكسجين، زين، علبة مع الأكسجين، معناها هاي تحت ضغط عالي. فواحد يقول له انتبه، هسه احنا البطل مع الأكسجين لازم الشخص يكون حذر بالتعامل معه، لأنه قد يؤدي إلى انفجار، وصارت اكو حالات في دول مجاورة أنه العلبة أو البطل مع الأكسجين ينفجر نتيجة التعامل الخاطئ. هاي العلامة الأخرى اللي هي علامة الكروجين، معناها مادة مخرشة، مادة مخدشة، مخرشة ومخدشة ويعني حارقة. احنا عندنا الكثير من المركبات الكيميائية وبالأخص الحوامض، كلكم انتو يعني كلكم سامعين بحامض الكبريتيك، يبيعوه بهذولا جماعة الإنشائية، يستخدموه لغرض تسليك المجاري. تلاحظون انه من يوقع مثلا على الكاشي او يوقع على الحديد يقوم يتفاعل وينطينا فدريحة تخنق وكذا والى اخره. هذا معناه شنو؟ معناه انه يتم اكو التفاعل ديسر، زين، كيف اذا وقع على الجلد؟ فايضا لما يوقع على الجلد يؤدي الى حدوث تحرق، طبعا يسوي لي حروق طبعا من الدرجة الرابعة، لانه مادة حارقة جدا ومخرشة، وتكون طبعا مادة مؤذية بشكل عالي جدا. فلهذا هناك عليه علامات انه يجب الانتباه عند التعامل مع هكذا مواد. مو بس الحامض، القاعدة القوية ايضا، كثير من المكونات ايضا تكون مكونات حارقة بالنسبة لنا للجلد. العلامة الاخرى شباب هي علامة الفليم اوفر سيركل. اكو قسم من المواد الكيميائية اثناء ما يتم التحريك مالتها او كثرة التحريك تؤدي الى الاحتراق. اكو عندنا مواد يسموها بالاكسيدايزر، يعني مواد مؤكسدة. هاي المواد المؤكسدة هلقد ما اتعامل بيعها، او مثلا على سبيل المثال ارزم العلبة مالتها وارجها بشكل قوي عنيف، هاي طبعا شيء يؤدي لنا انه قد انه تحترق المادة، قد تشتعل. اكو كثير من التفاعلات الكيميائيه مجرد ما اخبط واحد ماده مع ماده ومجرد بس احركهن تشتعل نار، فهاي الماده طبعا تكون شنو؟ فليم اوفر سيركل، معناه ماده قابله لانه تشتعل اثناء التحرك. العلامه الاخيره اللي موجوده عندنا هي علامه الجمجمه، عليها شنو؟ عليها عظمتين. أنا يمكن ما أريد أقول لكم هاي العلامة شنو، لأن أعتقد أنتم يعني 99% من عندكم يعرفون هاي العلامة، حتى أعتقد هي موجودة يعني بقسم من التيشيرتات اللي تنباع، قسم من القماصل، قسم من الساعات، قسم من الأكسسوريز، يعني هاي الكماليات اللي تشتروهن موجودة، موجودة على التليفون مرات، موجودة باللابتوب، موجودة باللعبات اللي تلعبوها بالتليفون ولا بالبلاي ولا إلى آخره، كلها تلاحظ هاي العلامة موجودة. وهي شنو معنى؟ معنى هذه المادة احنا نعرف انه هذا خطر، تمام؟ كلكم هسه تعرفون يعني هذا شيء خطر، شيء مميت، بس ما تعرفون بالتحديد هو هذا شنو يعني. معناه انه هاي مادة سامة، وهي مادة مميتة، يعني هذا الشيء سام، هذا الشيء خطر. يعني على سبيل المثال اروح اجيب ماده سيانيد، السيانيد اذا تجيبوها تشتروها من السوق، هي طبعا ماكو بالسوق ما تنباع لانه الا بتوصيات خاصه. لو فرضنا انه رحنا اشتريناها من السوق حنلقى عليها موجوده هاي العلامه، ليش؟ المعنى هذا سام، ماده سامه، ماده ذات سميه جدا عاليه.
وتؤدي إلى الموت، وتؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الهلاك. طبعا هذا شباب هاي هي العلامة الأخيرة اللي موجودة، أنا أريدكم تفتهمون هاي العلامات وحدة وحدة. طبعا هي هواي علامات بعد أكو، لكن هاي أهم العلامات اللي موجودة، أتمنى تكون واضحة بالنسبة لكم. زين، وهاي الماسك وهذا الجلوفز، وهاي العلامة الأخرى مال بالنسبة إلى القناع الواقي، بالنسبة إلى الأشعة، بالنسبة إلى الليزر، كل هاي يا شباب هي فد بداية حتى نبدي إن شاء الله نطبي المادة مالتنا، والمصطلحات أيضا مطلوبة من عندكم. أتمنى تكون إن شاء الله هاي يعني المحاضرة محاضرة بسيطة وواضحة بالنسبة لكم.